السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج جميل جدا اسمه باور بي اي ديسكتوب، ده بيعمل فيجواليزيشن للمعلومات اللي عندك. تمام، يعني ممكن يكون عندك كلاشات اتحلت وكلاشات ما اتحلتش و و و فانت عايز توريها للعميل بشكل كويس، او تقول له والله ده نسبة الشغل اللي خلص، او دي نسبة الحاجات اللي المفروض ان احنا نعملها ودي الحاجات اللي احنا عملناها. تمام، فمثلا اهو ده ملف اكسل معمول اهوت في الأشخاص والعمر بتاعهم والإكسبيرينس بتاعتهم، أرقام وهمية. تمام، فأنا هاجي هنا هقول له أنا عايز أعمل نيو أو أعمل إمبورت، هو بيبقى مرتبط بالملف اللي فيه المعلومات وهي أبديت بيحصل بيظهر معايا. هقول له جيت داتا وأختار ملف الإكسل وأقول له كونكت، وروح نختار ملف الاكسل وقول له اوبن، فهو بيقول لي اختار الشيت. ممكن يكون عندي اكتر من شيت، فاختار الشيت اللي انا عايزه، هو تقدر تختارهم كلهم. بقول له لود، عمل لي الملفات ديت. طيب انا عايز اظهر البيانات بشكل معين، ممكن اظهرهم مثلا بالشكل دوت، اكبرها بالشكل دوت، وهقول له انا عايز الاشخاص هي اللي تبقى في الاكس الأسامي بتاعتهم، وعايز الـ age الـ valueهيت والـ experience أهي بالشكل دوت، وعايز أحطهم برضو في الـ legend بحيث إن هما يظهروا أهو الـ legend. الـ legend ده بحيث إن هو يبدأ يظهر لي الاسم، هو ظهر الـ age والـ experience بالشكل دوت. طيب خلينا مثلا نشوفهم بالشكل دوت أهو، ده اللون دوت هياخد ده، واللون ده الأزرق هو الاكسبيرينس، فانت تبدأ تشوف مين الخبرة بتاعته والعمر بتاعه. طبعا ده هنا حمزة عندنا مشكلة فيه. تمام، طيب حمزة المفروض ان هو كان عنده 44. أبدأ سايف الملف وافتح تاني، وهاجي هنا هقول له انا عايز اعمل ريفرش داتا، يبدأ يعمل لي ريفرش داتا ويبدأ يجيب لي البيانات بالشكل دوت. تمام، تقدر في اي وقت تقول له انا عايز البيان بشكل اخر. تمام، لو انت سلكت على دوت واخترت شكل اخر هيبدا يجيبهم لك بالشكل اللي انت اخترته. طيب ممكن تعمل سلكت ولا حاجه وتبدا تختار شكل جديد بالشكل دوت، وتبدا تقول له مثلا انا عايز الكاتيجوري بتاعي مثلا هو الاكسبيرينس مثلا، فيبدا يظهرهم لك. مثلا ال الايج هو اللي هنا، البيبل اللي هو هنا، يبدأ يظهر لك المعلومات بالشكل دوت. فتقدر تعرض البيانات بأكتر من شكل، وتقدر تعمل فلتر من هنا بحيث تختار المعلومات اللي انت محتاج ان انت تظهرها، او من هنا تبدأ تقول له لا انا مش عايز كل المعلومات، انا عايز من كذا لكذا، او اور عايز كذا او كذا. فتبدأ تعمل فلتر للمعلومات بحيث ان انت تستثني الناس اللي هي اكتر من 40 او 50 سنة وهكذا. فزي ما انت شايف هو بيعرضها بشكل جميل وشكل بسيط. ولو جيت هنا تبدأ تشوف الجدول زي ما انت شايف، مش هتقدر تعدي فيه لان هو مرتبط بالجدول اللي هناك، وهنا هيبدأ يظهر لك الموديل بحيث ان ممكن يكون عندك كذا جدول زي ما هنشوف في الفيديوهات اللي جاية على بيم اريبيا ازاي نربط الجدول ببعض.